استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية اليوم نول كوين الرئيس التنفيذي لمجموعة HSBC المصرفية العالمية، وذلك في مكتب سموه بمركز دبي المالي العالمي. واستعرض سموه مع نول كوين آفاق التعاون وسبل تعزيزه وتوسيع نطاقه خلال المرحلة المقبلة تأسيسنا على الشراكة الطويلة التي جمعت دولة الإمارات بمجموعة HSBC التي كانت من أوائل الجهات المالية العالمية التي أطلقت أعمالها في الإمارات قبل أكثر من 75 عاما. وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أكد تطلع دولة الإمارات للعمل عن قرب مع كبرى المؤسسات المالية العالمية والتي تعتبر مجموعة HSBC من أبرزها، وسعي دبي للإسهام في تشكيل ملامح مستقبل العمل المصرفي من خلال توثيق الشراكات القائمة واكتشاف المزيد من فرص التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في هذا المجال.